الاسئله السريعه دي انت هتجاوبها على طول، مش هتفكر. ماشي؟ دنيا سمير غانم ولا دنيا عبد العزيز؟ دنيا سمير غانم. طارق عماد ولا هدى المفتي؟ طارق عماد. هند رستم ولا سعاد حسني؟ ما اعرفش سعاد حسني. يعني ولا هند رستم؟ ما اعرفش. اللي انت تقول عليه. انت عايز مين؟ لا انا مال، انت اللي عايز. هند سعاد حسني. حياتي ولا فيفي عبده؟ مفيش قلنا مفيش تفكير، ولا دي ولا دي؟ كهربا ولا علي ربيع؟ لا كهربا. قفشه ولا سليمان عيد؟ لا قفشه. محمد الشناوي ولا محمد رمضان؟ مين نمبر 1؟ محمد الشناوي. انت عشان الشناوي في الفرقه وكده؟ لا لا هو نمبر 1. طيب مروان عطيه ولا الليسي؟ لا مروان. اكرم توفيق ولا عباس حموده؟ اكرم توفيق. بيعرف يغني اكرم برضه؟ اكرم اهو. حمدي فتحي ولا كريم فهمي؟ انا بحب حمدي فتحي كده كده، وكريم فهمي بيقولوا ان انا شبهه شويه بس. يعني مين اوسم في يوم، انت ولا احمد ولا كريم فهمي ولا حمدي فتحي؟ انا طبعا. عمرو السولاي ولا احمد فهمي اخو كريم فهمي؟ لا الاثنين طبعا. لا اختار واحد. لا الاثنين. لا واحد. الاثنين والله. لا هي القاعده كده، تختار واحد. عمرو فهمي. اللعبه ولا الصفاره؟ لا صفاره. محمد شريف ولا رضا البحراوي؟ لا محمد شريف. تحبش رضا البحراوي ولا ايه؟ بحبه والله بس. انت مش هتغني حاجه لرضا؟ لا ما اعرفش حاجه واحده بس. لا والله ما اعرف. ايه انت مكسر الدنيا على رضا البحراوي في الافراح؟ لا لا يلا. منعم ولا احمد السقا؟ مين اشرس؟ اشرس؟ لا احمد السقا. اشرس من عم منعم؟ اه. لا عم منعم خلي بالك هو هو طيب. عم منعم يا ويلك على اللي هيحصل فيك، خش فيك تاكلينج ولا حاجه. لا لا هو طيب. منعم. معلول ولا معلول؟ لا معلول طبعا. انهي واحد فيهم؟ الاولاني. طاهر محمد طاهر ولا ويجز؟ لا طاهر. تحبش ويجز؟ بحب ويجز. انا ليه كله منحاز للاهلي كده؟ لا يعني بحبهم. ماشي ماشي. عبد القادر ولا حوضه بندق؟ لا عبد القادر. مش منحاز لحد اصلا. حسين الشحات ولا بيرستاو؟ حسين الشحات ولا بيرستاو؟ الاثنين اكيد. لا اختار واحد. اللي قريب مني جدا بيرسي. التواصل ايه ما بينكم؟ بيرسي. بيرسي؟ اه بيرسي. انا من اول سنه وانا معاه في بنقعد مع بعض في نفس الاوضه. بتكلم معاه بقى؟ بتعلم عربي بيرسي؟ اه اه. بتكلم عربي؟ اه بس انا دايما بيكون الكلام بيننا يعني انجليزي. بتكلمه انجليزي مكسر ولا انجليزي؟ انجليزي. عيب عليك. امان؟ امان.